والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل من نصيحة لمن يجبرون بناتهم على الزواج ممن لا يرغبونه خاصة في المناطق الجنوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الله جعل للأب ولاية على بنته فهو أقرب الأولياء إليها، لكن يجب عليه أن ينظر في مصلحتها وأن لا يزوجها إلا بمن إلا بكفء صالح ترضى به. هذين الشرطين: أن يكون الخاطب كفءا صالحا، وأن ترضى به المخطوبة. فإن اختل شرط من هذين الشرطين لم يجز هذا الزواج. إذا كان المتقدم للخطبة غير صالح لا يجوز أن يزوجها به ولو رضيت به، ولو رضيت ما يجوز. الشرط الثاني: إذا كان كفءا صالحا، هذا في الشرط الأول، ورضيت به. إذا لم ترضى به لم يجوز له أن يجبرها عليه، بل لها الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فجعل للبنت الخيار سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا يجوز لأبيها أن يجبرها على من لا ترضى به.